مرحبا بكم في صحة ماك، كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على صحة التغذية والجمال. وإذا تابعتونا اليوم راكم رايحين تعرفوا كيفاش تعتنيوا بالبشرة تاعكم في فصل الشتاء. في رأيكم العناية تاع البشرة تقتصر فقط على الحماية تاعها من أشعة الشمس؟ هذا الشيء خطأ. البشرة تاع الإنسان تتأذى بكل العوامل الخارجية وتغيرات المناخ، حتى في فصل الشتاء لازم لها عناية، خاصة أنه كاين كثير من الناس يعانيوا من جفاف البشرة مع دخول موسم البرد، والأمر يقدر يوصل لحدوث تشققات على مستوى بشرة الوجه، شفتين وحتى اليدين. والأسباب متعددة، أهم هذه الأسباب التعرض إلى تيارات هوائية باردة مفاجئة، خاصة عند الخروج مع الصباح، هذا بالإضافة لعدم الاهتمام بالترطيب وتغذية البشرة. يقدر الشخص يعرف باللي البشرة تاعو تعاني من الجفاف كي لاحظ باللي الجلد تاعو مشدود وغير مرن، خاصة بعد الاستحمام. لما يكون ملمس الجلد خشن وقاسي يعود أن يكون ناعم. الشعور بحكة مستمرة في الجلد، ظهور تجاعيد واحمرار على سطح البشرة، ووجود تشققات قد تنزف أحيانا. العلاج هنا الأساس تاعو الوقاية، نركزوا الاهتمام بترطيب الجلد باستخدام الكريمات والزيوت، وعدم استخدام الماء في الاستحمام يكون ساخن لمدة أطول من 15 دقيقة. حطوا المرطب مباشرة بعد الاستحمام وتفادوا ارتداء الأقمشة اللي تكون خشينة واللي تؤذي الجلد. وأكيد لازم تراجعوا تشوفوا الطبيب تاعكم إذا ما تحسنتش الحالة تاع الجلد أو عند حدوث مضاعفات. إن شاء الله نكونوا فدناكم، تقدروا تعاودوا تتابعونا سواء انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.